السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في مطبخ حنان. جيت اليوم نحضر معكم واحد البسبوسة كتجي خفيفة وزوينة، وكنتمنىها تنال الاعجاب ديالكم، والمقادير ديالها في المتناول كما كنقول دائما في الفيديوهات ديالي. المقادير ديالي كتكون في المتناول لاي واحد. والان خليكم مع المقادير. كنحتاجوا فيها جوج بيضات، فانيا، خمارة، دانون غنوريكم اين دانون غنستعمل، شورت ليمون، شويه الملحه، نص كاس تاع الزيت، كاس ديال السنيده، جوج ديال السميده بالعبار ديال دانون. هاد دانون هذا هو اللي كندير في البسبوسه ديالي، وهاد دانون هو باش عبرت السميده. جوج كيسان منو عامرين ديال السميده، ومعلقه كبيره ديال الفورص. الان خليكم ان شاء الله مع الطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا ناخذ دوك جوج بيضات هما الاولين، نديرو البيضه الاولى، البيضه الثانيه، نص كاس تاع الزيت، كاس تاع السنيده، نخلطو. كما كتشوفوا كنخلطو داك البيض والسنيده والزيت، كنزيدو عليهم ديك الفانيا، نزيدو داك دانون، شورت الليمون، شويه الملحه، كنخلطو. كما كتشوفوا كنزيدو دوك جوج كيسان ديال السميده اللي عبرنا، كاس تاع دانون، خمارة، ديك المعلقة ديال الفورص كبيرة اللي قلت لكم، وكنخلطو الكل جيدا. حنا الخليط كله مع بعضياته كيفاش كيجي. خديت واحد المول، دهنته بشويه الزبده ورشيته بالسميد. ملي كنبغيو نديرو كيكه ديال الفورص كنرشو بالفورص، ملي كنبغيو نديرو شي حاجه ديال السميد كنرشو بالسميد. واللي ما عندوش هاد المول هادو يمكن يديرو فديك المقله الثقيله، حتى هي كتجي رائعه فيها. كما كتشوفوا عم قلع باب بحال هكا بشويه، ها هي غادي ندخلها الفران طيب. درت الفران يسخن من قبل، غنديرها الفوق طيب شعل على عافيه، لتحت نديرها الفوق طيب حتى كطيب ليا ان شاء الله. نخليكم مع الطريقه ديال التزيين ديالها. كما كتشوفوا ها البسبوسه ديالنا طابت، شكي كتجي خفيفه وزوينه. ناخذ واحد الموس نشكوها، درنا شويه الليمون مع شويه السكر باش نسقيوها من الفوق.
كيشتو من بعد ما سقيناها كيشتو راه كتجي هائله، وكنتمنى انكم تجربوها، راه كتجي لذيذه. وكنتمنى كما كنقول في اخر الفيديوهات ديالي انكم تردوا عليا في تعاليق وارائكم واقتراحاتكم اللي كتهمني. اكيد الا كنتوا اول مره كتزوروني في القناه كنتمنى انكم تشاركوا معايا فيها باش يصيركم ان شاء الله كل جديد، وخليتكم في امان الله ورعايته مع فيديو جديد ان شاء الله.